مدينة أبو مهل البساتين حقيقة مدينة جميلة بأهلها وبموقعها، هي مدينة صاعدة، عدد سكانها 50,000 بزيادة سنوياً، تقدر ب2,000 سنوياً، لأنها مدينة تستقطب جميع الشرائح في تونس. ميزت مدينة أبو مهل البساتين ببرنامج كبير ليساهم في جمالتها، حمايتها من الفيضانات. كما تعرفوا أبو مهل البساتين اللي هي امتداد لجبل بوغرنين، فيها عدة أودية اللي كانت معناها من المجبل تصب في المدينة، وقع حمايتها من الفيضانات، وقع بناء أودية تحت الأرض اللي حمات مدينة أبو مهل البساتين من كل مشاكل المياه الأمطار. حاب نأكد أنه مدينة أبو مهل البساتين اللي يعرفوها من البعيد يقولوا مدينة راقية وما تستحقش معناها تدخل للتهذيب. نحب نأكد أنه أبو مهل البساتين وجه آخر، نحن اليوم في حاجة إلى التدخل، تدخل الدولة. بالنسبة للواد الخليج هو معناها واد يعبر مدينة أبو مهل البساتين، ما في أكثر تقريبا من ثلاثة طوله أكثر تقريبا أكثر من 3 كيلومتر، يعبر سبيسيال ما حي الخليج اللي هو يعتبر أكبر معناتها حي شعبي موجود بالمنطقة البلدية، وكذلك معناتها على ضفافه موجودة مدرسة ابتدائية. الواد هذايا خاص معناها يمثل اختر سواء من ناحية التلوث أو من ناحية ربما في بعض الأحيان وقت تبدأ ثم أمطار كبيرة ينجم تصير معناتها فيضان للواد هذايا، وخاصة أنه المتساكنين موجودين معناها المنازل موجودة على ضفافة من الجهتين. البلدية معناتها في إطار مساعيها تحب تحاول معناتها تلقى معناها تمويلات المشروع يهم معناتها التهيئة متاع الواد على طول 3 كيلومتر، وخاصة تغطية جزء منه اللي موجود في معناها على مستوى حي الخليج في على طول معناتها حوالي 900 متر خطي. تم الاتصال بالوزارات المعنية وإن شاء الله معناتها يلقى هالمشروع هذا يلقى صدى ويتم إنجازه في أقرب الأجال، باش على الأقل معناها يتم تحسين الوضع البيئي بمنطقة الخليج. إن شاء الله يتمتعوا معناها أهلنا ومتساكنين في منطقة الخليج بتهذيب معناها جزء كبير وكبير جدا من هذا الحي، تهذيب شامل. تنقدموا لكم الحقيقة المتساكنين في بالهم بالموضوع هذا. منطقة شالة الحقيقة هي منطقة فلاحية أساساً، وتحية إلى أهلنا ومتساكني شالة لأنهم الحقيقة الناس طيبين، ودخلنا معناها في عدة مناسبات بتهيئة بعض التجمعات السكنية كما حي النجار، كما شالة واحد، كما شالة اثنين. دخلنا بتهذيب التبليط، دخلنا بالتنوير العمومي. اليوم أبو مهل البساتين في حاجة أكيدة إلى إعادة مراجعة مثال التهيئة العمرانية اللي قاعدين نخدم عليه من أجل أنه تدخل المناطق اللي كانت مناطق فلاحية، والحقيقة اليوم ما عادش موجودة هي الفلاحة، وقع اكتساحها من البناء الفوضى، ونحب نسيطروا على الموضوع هذا بالذات، هو السيطرة على أنه البناء الفوضوي يقف، وفي انتظار أنه مراجعة مثال التهيئة العمرانية، لأنه نحب أبو مهل البساتين في المستقبل من جهة التوسع أنه تكون منظمة وتكون في مستوى راقي، أنه المواطنين كي يسكنوا ما يسكنوا بأمور مضبوطة بمعايير معناها تضمن حياة أفضل، وتكون أنه نرتقي بمستوى الحياة في مدينة أبو مهل البساتين. حقيقة مثال التهيئة العمرانية راهو يفيد برشا.
ننساوش معناها حتى في داخل المنطقة العمرانية راهو عندنا اهتمام بعدة مناطق أحياء اللي ربما كانت قبل فيها تهيئة ممتازة، لكن بمرور الزمن البنية التحتية تهرات واليوم أصبحت في حاجة إنها تتعاود. نحب نهني المتساكنين أنه عدة مشاريع قامنا بالدراسة متاحها وقد يكون في القريب العاجل هو تنفيذها. ديما نقول أنه مرحبا بجميع المتساكنين وكل من يحب يزور بومهل ويحب من يستقر في مدينة بومهل البساتين اللي هي المدينة الجديدة الواعدة.